اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده، والحلقه دي طبعا مختلفه عن كل الحلقات اللي احنا بنقدمها، لان الحلقه دي هتكلم فيها عن الجزء الثاني من طوفان الاقصى. وانا كنت وعدت ان انا مش هتكلم عن الموضوع ده، بس للاسف الاحداث اللي بتحصل بتضطرني ان انا اعيد كلامي مره تانية او اتكلم عن جزء تاني او حاله تانية او وجه تاني من القضيه دي، عشان برضو ما اكونش قصرت واكون قدمت للعالم كله زي صوره مصغره عن العالم اللي احنا عايشين فيه. في الحلقه دي هتكلم عن موقف دولتين من الدول المؤيده للكيان الصهيوني، وهو موقف بريطانيا وموقف الولايات المتحده الامريكيه. واما اول جزء هتكلم فيه في حلقه النهارده فهو موقف بريطانيا، وطبعا احنا عارفين ان بريطانيا زي معظم دول اوروبا الكلام اللي بتقوله في الاعلام هو كلام، وافعالها بتنم عن حاجه تانية خالص غير الكلام واللي هي بتقوله قدام الاعلام عشان تعمل بيه شو او منظر لنفسها. وطبعا حاجه زي كده بتكون خوف على مصالحهم اللي مع دول كبيره زي امريكا مثلا، وبتكون خوف على علاقتهم اللي مع الدول الملاصقه او مجاوره ليهم زي دول اوروبا ودول الاتحاد الاوروبي. طبعا هما بيقوموا بحاجه زي كده عشان يداروا على ماضيهم القذر وتاريخهم القذر جدا اللي عملوه الفتره اللي فاتت. طبعا من ضمن الماضي اللي احنا بنتكلم ليه عن بريطانيا هو مقاومه بريطانيا واحتلالها لدوله زي الهند، واللي كانت بتقاوم شعبها بالحديد والنار. وطبعا خلال الفتره اللي احتلت فيها بريطانيا الهند سرقوا كل اللي كان بيملكه الشعب الهندي من حديد وذهب، وكل ثروه كان بيمتلكها الشعب خفت وزنها وغلي سمك. وطبعا كل الثروات المسروقه من الشعب الهندي اتنقلت مره واحده لدوله زي بريطانيا، وطبعا الاقتصاد الانجليزي كله قايم على الثروات اللي تم سرقتها من الدوله الهنديه. طبعا ده غير احتلالهم لمصر وسرقتهم لاثارها وقمعهم للشعب المصري بالحديد والنار والرصاص الحي، وفي بعض الاوقات كانوا بيقمعوا الشعب بطلقات المدافع وضربات الدبابات. ورغم كل التاريخ اللي انا اتكلمت عنه عن تاريخ بريطانيا الاسود لغايه دلوقتي، بعد كل ده بييجوا يتكلموا عن حقوق الانسان وعن حريه الشعوب في تقرير مصيرها. وفي نفس الوقت بريطانيا ارسلت اكبر قطعتين بحريتين موجودين في الاسطول الانجليزي لحدود الكيان الصهيوني البحريه، عشان يساعدوا الكيان الصهيوني في تدمير قطاع غزه اللي فيه 2 مليون مواطن مسالم. يبقى احنا ازاي بندمر الانسان وفي نفس الوقت بنتكلم عن حقوق الانسان؟ يعني حاجتين مختلفين عن بعض تماما. كل اللي بتعمله اسرائيل وبريطانيا بحجه تدمير المقاومه الفلسطينيه، وهنا بالتحديد بتكمن وقاحه السياسه البريطانيه. وفي الجزء الثاني من الحلقه انا هتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه. وانا بتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه مش هكون مستغرب طبعا دعم امريكا وهي الحليف الاقوى للكيان الصهيوني لدوله زي اسرائيل، بس انا مستغربه ازاي امريكا بتدعم الكيان الصهيوني بالدعم الرهيب ده وهما بيحاربوا مدنيين لا يملكون اي سلاح. ولما نتكلم عن دعم امريكا للكيان الصهيوني فده مش من فراغ او حبا في اسرائيل، انما دعمها بسبب رؤوس الاموال الماسونيه او رؤوس الاموال الصهيونيه الموجوده جوه امريكا، وهي اللي بتدير صناعه السلاح الامريكي بالكامل. بس رغم كل ده هل ده اصل ان احنا نقصف المدنيين اللي معهمش لا رادارات ولا صواريخ مضاده للطائرات ولا عندهم انظمه دفاع جوي، ان احنا نقصفهم بطائرات شبحيه؟ هل ده هو العدل اللي شايفه العالم في الوقت الحالي؟ ورغم كل الدعم اللي بتقوم بيه امريكا عشان تساعد الكيان الصهيوني ارسلت برضو اكبر حاملتي طائرات موجودين في الاسطول الامريكي لسواحل البحر المتوسط. هل ده لان الفلسطينيين بيحاولوا يدافعوا عن ارضهم؟ ده مدنيين بيتضربوا من طائرات. ليه بقى احنا نرسل اكبر حاملتي طائرات موجودين في الاسطول عشان نضرب بيه مدنيين كل ذنبهم ان هما بيدافعوا عن ارضهم؟ وطبعا كل الدعم اللي اتكلمت عنه من بريطانيا وامريكا ناهيك طبعا عن دعم حلف الناتو لاسرائيل، واللي بيختلف حسب موارد كل دوله والحاجه اللي بتقدر الدوله دي ان هي تديها لاسرائيل حسب الثروات والموارد الموجوده في كل دوله. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه يا اما لو في اي جديد هتكلم برده في نفس الموضوع، او هرجع اتكلم عن التاريخ وعن الحاجات اللي بعملها في الحلقات المختلفه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.